أنا إيمان نخدم في جامعة خاصة، جامعة بريفي، نظف فام دو ميناج. بطبيعة ما اختصار الوباء ذا وكل شيء وما عادش نخدم، وقفنا على الخدمة، قعدت في الدار، أصبحت قاعدة. ما حياته تبدلت، معناتها عبد حياته تبدلت جملة، معناتها ما عادش لا مدخول لا حتى شيء، فهمتني؟ معناتها حتى الشهرية ما هي لما حالها هي على قدها، أما في الأخر فما شهرية، معناتها خير من عبد ما فماش جملة. عندي خويا يصلح حكاية في الكراب بحد الدار زاد، مش عنده حانوت ولا يصلح، معناتها عنده فتحات في الدار، يجي تجي كهرباء يصلح بحد الدار، فهمتني؟ والله يا خويا هاك تشوف، انا نخدم قدام دارنا لهنا الكتريسيان، ندبر في راسي، انا هو الوحيد اللي نخدم في الدار، انا الكتريسيان، وديجا تو ملي جات الكورونا هذه ما فما حد شيء، لا خدم لا هاك تشوف. تو عنا معناتها عنا شهر تو شهر وشويه كي كملي المقاول نخدموا معاه، معناتها قص قالنا سيفيني الخدمه سي تويكا شدوا دياركم. انا مطلقه عندي وليد، معناتها في كفالتي نعيش مع دارنا مع امي وبابا واخواتي، هما زاد ما كيف كيف، معناتها كيف كيف خواتي، معناتها ما همش يخدموا، ما عندهمش حتى اصلا ما عندهمش شهريه بعقاره، هما ما عندهمش حتى معناتها ياخذوا في من الدوله في فلوس ولا اللي يخدموا بنهارهم، معناتها فهمتني؟ تي فما بيت تو كرهبه في الدار واقفه، فهمتني كيفاه؟ واقفه كرهبه واقفه، القطايعه مسكره، كل شيء مسكر، مش عندهم شيء يعني. انا عندي كارني الاصفر بتاع العمده، فهمتني؟ هذاك خذيت بهم 200,000، خذيت مره ولا 200,000، يعني مع الناس الكل اللي عندهم الكارنيات صفر وكل شيء، فهمتني؟ حومه كامله ما خذيتش، وكل اللي يخدم ميكانسيا الكتريسيان على بعضه ما خذيها حتى واحد. والله بالنسبه للمرض هاك تشوف فيها ديجا ما عندناش نحن معناها حاجه كبيره ولا هاك تشوف فيها. كهرباء مولاها بطبيعته يبدا بعيد عليا وانا ما هو مش بشي انا باش نخدم، فهمتك كيف؟ يمشي يبنك على روحه وغادي وكهربته بطبيعته باش تخدم ويقصد ربي على روحه. انا حتى تو كان يقول يرجع نخدم نرجع نخدم. حتى ومازال الوباء ذي عادي.